أطراف هناك تتحدث عن موضوع جرف الصخرة، العفو العام، مساءلة وعدالة، أطراف أخرى ترد عليهم. القول الفصل لديكم، كيف تنظرون لهذه الملفات الثلاث باختصار؟ هو ضمن الالتزام، ضمن ورقة الاتفاق السياسي، تعديل في ما يتعلق بقانون العفو، هناك تعديل لتوصيف المتهم بالإرهاب. طيب. وهذه قضية قانونية واستشرنا فيها القضاء، وحاليا تدرس ضمن اللجان. عودة النازحين أيضا هناك لجنة مشكلة بين وزارة الهجرة، الجهات الأمنية، قانون المساءلة والعدالة أيضا رسم. القانون هو أصلا قانون انتقالي 10 لسنة 2008، آلية إنهاء عمل المساءلة والعدالة بعد أن تقدم هيئة المساءلة تقرير إلى مجلس النواب، تقرير نهائي، تقرير نهائي تقول أنا أكملت قاعدة البيانات، وعندها يقوم مجلس النواب بحل الهيئة. فهذه كلها إجراءات مرسومة وفق القوانين ومتفق عليها، والحكومة من جانبها فيما يتعلق بالتزاماتها تقدم تقرير شهري في كل اجتماع لائتلاف إدارة الدولة. الحكومة تقدم تقرير عن ما أنجز. آخر تقرير قدمناه كان نسبة الإنجاز 31%. خلال 6 أشهر. 6 أشهر. جميل. فتخيل أنت 31 خلال 6 أشهر. طيب. أنجز. وتقرير يعني هذا معلن داخل ائتلاف إدارة الدولة. هذا يؤكد جدية الحكومة اللي تحدثت عنها في تنفيذ الاتفاق السياسي. هذه ما يسولفون السياسي. ما يسولفون.